الجائزة اللي كانت محفزة الأولى كانت في 2012 من طرف السيفير رياكسيز كباحثة كيميائية يعني بعد الاستقلال من حيث المنشورات تاعي. بعدها في 2014 كانت جائزة من جهاز اسمه النصر، هم الجزائريين يعني مستقرين في الخارج ومعظمهم في بريطانيا دياسبورا. وكذلك في 2018 من يعني أخذت جائزة سكوبوس. في خلال هذه العشرين سنة حصلنا على نتائج كثيرة، لكن بقات منجزة في أطروحات رسائل أخذوا الشهادات وخلاص. دركا راح رجعنا لهم هذه النتائج ونثمنوهم باش يكونوا في المجال الاقتصادي، وراح إن شاء الله يعني شكون اللي شجعنا هذه التعليمات 1275 لأنها سوف تمول كل هذه الأشغال. كاين مواد مكملة للغداء، كاين اللي تاع امراض جلديه وغيرها، وكاين حتى اللي ضد الالتهاب، حتى ضد الزهايمر.